هذا البودكاست يأتيكم بدعم من مركز مبادرات مسك الخيرية. مسك، التشجيع على الإبداع. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. موضوعنا في هالحلقة بعنوان الذاكرة. هل تذكر ملامح الوجوه التي تحبها؟ شوارع المدن التي عبرتها؟ أسماء الكتب التي قرأتها؟ الأفلام التي عشقتها؟ والأغاني التي رددتها؟ كل ذلك يحدث من خلال مستودع العقل الثمين، بئر أسرارك العميق، صندوق حكاياتك التي لا يعرفها أحد، الذاكرة. نحن لا نخلد للنوم ثم نستيقظ غداً وقد نسينا كل شيء، ونجبر على تعلم كل ذلك من جديد. الذاكرة هي مخزن الحروف التي تعلمناها، والأرقام التي حسبناها، والتجارب التي عشناها. بدونها كل مواهبك ومهاراتك المعرفية تصبح بلا قيمة. القدرة على الكتابة وصياغة الجمل بلغات الكون المختلفة تعبر من خلالها، ودونها لن نستطيع تكوين أي علاقة أو ارتقاء أي سلم وظيفي أو إنهاء أي مرحلة تعليمية. هي مفتاح العقل وبوابة الروح. الذاكرة ليست أرشيفاً من الصور والمواقف التي تستثير الشجن والحنين فحسب، إذ بدأت كوسيلة نجاة احتمى بها الإنسان الأول حين ذكرته بمخاطر طرق سلكها فتجنبها، ومواسم برد عاشها فاحتمى من صقيعها في المرات القادمة، لتتحول بعد ذلك إلى وسيلة تعايش مع فكرة الزوال حين ترك البشر إرثا من نقوش ورسومات على جدران الكهوف في محاولة لتخليد ذكرهم والتحايل على حقيقة الفناء. قد تعتقد لوهلة أن الطفل الذي بداخلك كبر وغادرك بلا رجعة، حملاً معه كل عفوية الطفولة وشغبها البريء ليحل محله ذلك الشخص البالغ والعقل الناضج الذي بات يتخذ القرارات الكبرى ويقود المراحل الصعبة، ناسين أو متناسين أن ذلك الطفل بكل ما يحمله من ذكريات أيامه الأولى في المدرسة، أبطال رسومه المتحركة، تعلمه المبكر لمهارة الكتابة أو السباحة أو قيادة الدراجة، هي امتداد لما أنت عليه اليوم. فبحسب دراسة، الأطفال الذين يتمتعون بذكريات سعيدة هم أقل عرضة للاكتئاب والأمراض المزمنة. التذكر عملية فريدة من نوعها، لها حساباتها ومحفزاتها الغامضة، فقد لا تتذكر ما حدث معك قبل ساعة من الزمن، لكنك قد تسترجع بالمقابل تفاصيل يوم مضى عليه 25 عاماً وكأنه يحدث أمام عينيك الآن. لو سألت ذاكرتك القصيرة أين كنت في صباح الخامس من فبراير لعام 2016؟ ماذا كان غداؤك يوم الخميس الماضي؟ كم مرة رن جوالك اليوم؟ في الغالب لن تستطيع الإجابة. في المقابل لو سألت ذاكرتك الطويلة ما هي أول حفلة موسيقية حضرتها؟ أين كنت في صباح 11 من سبتمبر؟ ماذا كنت ترتدي في أول مرة التقيت بها بحب حياتك؟ ارتباط هذه الذكريات بأحداث سيساعدك على الإجابة. الأفراد ليسوا وحدهم من يملكون ذكريات يسعدون أو يشقون بها فحسب، الأمم والشعوب كذلك، قدرهم أن تصاحب لحظات انتصارهم أو هزائمهم ذاكرة جمعية تقف صامدة أمام تقلب الأحداث وتعاقب السنين. إن معظم ما حولنا من نصب تذكارية وآثار قائمة هو شكل من أشكال هذه الذاكرة الجماعية التي تعيش في مكان ما من وعي الشعوب. جدار برلين وذكريات تقسيم ألمانيا، هيروشيما وناغازاكي ومتاحف الانفجار النووي الذي لا يزال حياً في ذاكرة ملايين اليابانيين، برجي مركز التجارة العالمي ونصب 11 سبتمبر،
هل تساءلت يوماً لماذا نحتفي بذكرياتنا المؤلمة؟ نكرم الموتى بنصب تذكارية ونطلق صافرات الإنذار لنتذكر أيام الحرب ونحتفل بالذكرى السنوية للنكسات والنكبات. ربما هو اعتراف منا بأن الألم قد مضى والوقت لم يفت لنعتبر ونحول خيبة الأمس إلى درس اليوم، ويكفي أن نحاول مصافحة الماضي والتصالح مع حقيقة أن الوجع قد حل. الإنسان منذ الأزل كائن مهووس بتخليد أثره وتمرير إرثه. كم من متحف خلدت فيه الإنسانية عصوراً مضت، وكم من مكتبة ضجت رفوفها بكتب لحضارات اندثرت، وكم من عدسة وثقت صوراً وأفلاماً عن لحظات عبرت وأثرت. فنحن كما يقول عنا مارتن كونوي نتوق إلى رواية حكاية متماسكة عن وجودنا إلى درجة تقوم معها ذاكرتنا باختراع القصص لتمنحنا صورة أكثر كمالاً عن أنفسنا. اختراع القصص، هل يمكن أن نستحضر ذكريات لأحداث لم تقع ولحظات لم تعبر؟ هذا ما يؤكده علماء النفس المتخصصون في دراسة الذكريات الكاذبة. فذاكرتنا ليست كما يصورها البعض شريط أفلام في علبة شرائط مختومة، بل هي على حقيقتها مؤلف بارع يتلاعب بالأحداث أحياناً ويلون الحقائق بإملاءات من المشاعر والعواطف. هذا لا يحدث فقط فردياً بل جماعياً أيضاً. هل سمعت بظاهرة مانديلا التي تمثلت في تذكر جموع حاشدة من الناس لأحداث كاذبة، كما فعل الكثيرون عندما فوجئوا بخبر وفاة نيلسون مانديلا في عام 2013. Former South African President Nelson Mandela just passed away a short time ago. وزعموا بأنهم يتذكرون بوضوح سماعهم لخبر وفاته في الثمانينيات، مستحضرين تفاصيل مراسم تأبينه وتغطية صحف العالم لخبر رحيله. ألا يبدو ذلك غريباً؟ صوتك يناديني تذكر 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 الحلم الصغير وجدار من طين وحصير وقمرة ورا الليل الضرير على الغدير لا هبة النسمة تكسر. تتآمر حواسنا لتنسج الذكريات وتوثق أدق التفاصيل. من ينكر تجليات الذكريات في تفاصيل الرائحة حين يعيد رائحة غطاء صلاة والدتك شعورك بالطمأنينة والحب، وتبعث رائحة المطر والحطب والزنجبيل رحلات الشتاء تحت سماء الصحراء وفوق رمالها، ويجلب بخور صباح العيد معه ذكرى لمة الأسرة وصوت الأحبة. هذا ما تفعله الروائح بنا، إذ تجاور منطقتها في الدماغ مركز الذاكرة، ما يفسر ارتباط الروائح بمشاعر الحنين. لحظة، ماذا لو فقدنا كل ذلك؟ ماذا لو حاولنا تذكر أسماء أمهاتنا، وجوه فلذات أكبادنا، عناوين منازلنا، مكاتبنا، طريق الوصول إلى غرفنا، ومن اخترنا شركاء لحياتنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالخير عزيزي. يا مرحبا. حياك الله الأخ مشعل بن عبد الله. اي نعم، يا مرحبتين. معك أمن طرق الخرج، انتم لكم احد ضايع؟ اي بشرني تكفى. اي نعم، حنا حصلنا رجل كبير في السن لابس ثوب نوم مقلب ومعاه كرت من خلاله تعرفنا عليه. اي هذا ابوي طالع من 4 العصر اليوم. الوالد حصلناه، هذا هو عندنا بشرك. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك، وابشرك بخير وعافيه. تطمني عنه، شو صحته؟ والله انه بخير وعافيه. هذا هو يتقهوى الان مع الشباب ويقصد عليهم، وبشرك ما في الا العافيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك. حنا بانتظارك تجي تستلم الوالد. وينكم فيه؟ حنا نقطة أمن طرق الخرج. يلا يلا، جاي جاي الحين جاي. كنت صغيرا يجدك والدك حين تضيع. لم يعلمك أحد ماذا تفعل حين يضيع والدك. هذه ومضة من حياة
مرضى الزهايمر. تخيل أن تركب سيارتك فتنسى وجهتك، تنظر إلى وجهك في المرآة فتعجز عن التعرف على نفسك، يلتف حولك أهلك وأحبابك فتعتقد في كل مرة أنهم غرباء. قد يخيل إليك أن الذاكرة أكبر خسارات مرضى الزهايمر، لكنها ليست إلا البداية، إذ يأتي المرض مع حزمة مؤلمة من العوارض، أرق لا ينتهي، هلوسات سمعية وبصرية تقض مضجعك، مخاوف مفاجئة لا يفهمها من حولك كخوفك من الضوء ومن الماء، اضطراب شعوري كامل يفقدك الإحساس بالزمان والمكان ويزلزل هويتك، يسلبك كرامتك وإنسانيتك. أمي نسيت كيف تشوف، كيف تبلع، بلحظة أمسح كل شيء من ذهنها. مرض الزهايمر بالنهاية بيخلي حتى الرئة تنسى تتنفس، ولا شيء باقي من أمي حقيقي، ولا شيء. قد تخوننا الذاكرة أحياناً، لكنها مع مرض الزهايمر تتآمر مع الأعضاء الأخرى لتسقطك في جب النسيان، ولا يستطيع أحد أن ينقذك. نفني حياتنا في رحلة بين النسيان والتذكر، نحتفي بفرحة الذكرى تارة ونرمي بثقل آلامنا على النسيان تارات أخرى، محاولين التحرر من حصار الذكريات. لكن تخيل أن يحاصرك النسيان، يتمكن من كل ذكرى بنيتها وقصة نسجتها وهوية صنعتها. أخيرا، إلى أولئك الذين يتذكرون حين ينسى آباؤهم، إلى أولئك الذين لا يملون المحاولة، أولئك يملكون قوة الحب وشجاعة المواجهة، فطوبى للبارين وللطيبين وللشجعان في كل مكان.